لا لا، ممنوع تفوت على المطبخ، هلأ بتوقع كل شي هون. وانتي ما قدرتي تعرفيني كمان، مرتي السابقة رح تتزوج ومو أنا يلي رح أكون العريس. كيف يعني؟ واضحة، صار لزمان عم تحضر لتتزوج. إيشي ما بتعرف هالشي، أنا قلت لها هيك لحتى قليها. أمي ممكن تفتحي؟ لازم نحكي. يلا أمي. شكرا كثير دكتور. هلا ممكن تجي هالنوبه مره ثانيه، انتبهوا لها منيح وجيب لها كمان هدول الادويه باسرع وقت. ماشي دكتور، اكيد رح جيبهم. ماشي. وطبعا اذا تشنجت مره ثانيه خليها تتسطح مشان تقدر تتنفس منيح، وانتظر لتنتهي النوبه وبعدين اعطيها الدواء. تمام، ما رح اعطيها الدواء. دكتور بس في شيء شاغل بالي كثير. امي ما انا مريضه بالصرع صح؟ مو كل حدا بتجي النوبه بيكون مريض بالصرع. كيف يعني؟
هلأ هالفترة ممكن تكون صعبة، ممكن تكون زعل والجو حواليها متوتر، أي شي ممكن يسبب هي النوبة. في هيك شي ابني مو هيك؟ صراحة ما في شي غير هيك يا دكتور. لازم ما تضل زعلانة، وهي الفترة ما تتركها لحالها. ما رح أتركها. مرة تانية عليها العافية، عن إذنك. إذنك معك، تفضل. صرتي أحسن؟ أنت منيحة؟ منيحة يا روحي، منيحة. هلأ أنا لازم روح على الصيدلية يجيب لك الدواء. محتاجة شي تاني من برا؟ لا. طيب ماشي سنان. رح تبقى ما هيك؟ اللي رح تبقى، وإنك اشتقت لي لهيك اجيت. ما في شي مو هيك ابني؟ لا أبداً، أنا اشتقت لك لهيك اجيت. ارتاحي هلأ ومنحكي بعدين، ماشي؟ يا روحي.